السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الجلبانة في بداية التزهير، وان شاء الله حنتكلم عن الازهار اللي لازم تقوم بازالتها للنبات. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معنا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم هذه الجلبانة اللي زرعناها من البذور، ان شاء الله بالنسبة للناس اللي اول مرة تشاهد الحلقة حتلاقي رابط الزراعة في صندوق الوصف. فطبعا مثل ما تلاحظ امامكم بعد ما اعتنينا بالنبات وصلنا اخيرا لمرحلة التزهير، تقريبا اغلب النباتات بدأت في التزهير. لاحظنا امامكم طبعا في ازهار لازم تقوم بازالتها لأنها مش مهمة، وكذلك يستحسن إزالتها لزيادة الإنتاج. وطبعا الأزهار هذه لو خليناها كذلك الإنتاج حيكون صغير الحجم. يعني لاحظنا منكم ما شاء الله طبعا هذا النبات، وطبعا ساق النبات كبيرة بفضل السماد الأزوتي لأنه يساهم في التسريع وزيادة حجم الساق. ولاحظنا منكم طبعا لو نفترض انه يعني احنا زرعنا المكان هذا، فبعد مرور شهر حنلاقي انه في نبتتين بدأت في التزهير. فالازهار هيك مش مهمة، لازم نستنى انه يكون النبات او النباتات كاملة تكون مزهرة. يعني لو لقيت نبتتين فقط بدأت في التزهير فلازم تقوم بقطع او ازالة الازهار هذه. مثل النبات هذا لاحظنا منكم طبعا بدأ في التزهير قبل المحصول كله، ولاحظنا منكم الثمار صغيرة، فلازم يكون المجموع الزهري على كامل النباتات، لانه لو لقيت نبات واحد مزهر في المكان هذا كله فلازم الازهار هيك تقوم بازالتها. والازهار هذه حيتم يعني حنخليها بالنسبه للنبات لانه اغلب النباتات بدات تزهر في المرحله هذه بالذات. لاحظنا منكم طبعا مثل ما تلاحظ امامكم ما شاء الله طبعا هذه الجلبانه تقريبا طولها متر كامل. لاحظنا منكم ما شاء الله، وطبعا بفضل الخيوط بالشكل هذا منعنا تساقط النبات على التربه، والانتاج حيكون في الاعلى ومش حتصيبه اي اذى. لاحظنا منكم ما شاء الله طبعا هذه الازهار بدات تتكون. فقط هذه الأزهار اللي لازم تقوم بإزالتها، وإياك تقوم بإزالة الأزهار اللي تكون بالشكل هذا، وخاصة لما يكون النبات كامل مزهر ممنوع إزالة هذه الأزهار لأنها هي أصلا حتعطي الإنتاج. وإن شاء الله حنتابع معاكم الجلبانة خطوة خطوة لغاية الحصاد. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم. لو عندكم أي سؤال أتمنى تكتبوه أسفل التعليقات، وإن شاء الله ملتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.